أعزائي المشاهدين ومتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم في كل خير، حياكم الله في حلقة جديدة. لازلنا نحن وإياكم في الهند. ظهرت حركة جهادية داخل صفوف المسلمين في الهند بقيادة الإمام أحمد بن عرفان، الذي دعا إلى العقيدة السلفية ومحاربة البدع وجهاد الكفار في الهند. قبل أعطيك زبدة هذه المعركة، إذا أنت غير مشترك في هذه القناة، أنا عبد المنعم الحميد أتكلم فيها عن أحداث وقصص واقعية، من الممكن أنه تأثر عليك أو تغير شيء من قناعاتك وعاداتك، أو على الأقل تضيف لك فائدة. إذا أنت من هواة هذا المحتوى، آمل الاشتراك في القناة وتفعيل خدمة الجرس لإشعارك بالقصة أو الحدث القادم. معركة بلاكوت الحاسمة. طبعا أنا أعطيك زبدة هذه المعركة. بعد أن احتل الإنجليز بلاد الهند وكانت تحت الحكم الإسلامي، وقد تكلمت في حلقة سابقة في هذا الموضوع، كانت تحت الحكم الإسلامي منذ عدة قرون. أخذ الإنجليز في ضرب الحكم الإسلامي بتقريب الهندوس والسيخ والتعاون معهم في حرب الإسلام والمسلمين، وقد قام الإنجليز باقتطاع منطقة البنجاب ذات الأغلبية المسلمة لصالح منه، طبعا لصالح السيخ، فأقاموا عليها مملكة وإمارة خاصة تحت زعامة نجيت سينج. وقد قام هذا السيخي الحاقد بتصفية الوجود الإسلامي بالبنجاب شيئا فشيئا. فبهذه الفترة ظهرت حركة جهادية داخل صفوف المسلمين بقيادة الإمام أحمد، الذي دعا إلى العقيدة السلفية ومحاربة البدع وجهاد الكفار والاحتلال الإنجليزي. فاجتمع عنده الألوف من المسلمين الراغبين في إقامة شرع الله وتحرير البلاد من الاحتلال الإنجليزي. وقد قرر الإمام أحمد أن يبدأ أولا بتحرير منطقة البنجاب المسلمة من الحكم السيخي، وبدأ حملته الجهادية ضد السيخ منذ سنة 1241 للهجرة، واستطاع أن يحقق عدة انتصارات كبيرة عليهم، وحرر عدة أجزاء من البنجاب، وبايعه الناس هناك على الجهاد. ولكن حدثت الخيانة التي كانت دائما السبب الأول في فشل كثير من الحركات الجهادية، حيث تعاون القبوريون وأتباع الطرق المنحرفة من المسلمين مع كفار الهند من السيخ والهندوس وأيضا الاحتلال البريطاني، واتفقوا هؤلاء جميعهم على ترويج الشائعات والأكاذيب على الحركة وعلى الإمام أحمد، حتى انفض كثير من الناس من حوله تحت تأثير هذه الدعاءات الباطلة، فأصبح الإمام في قلة من أتباعه. طبعا انتهز السيخ هذا الأمر، وبالتعاون مع أحد الخونة المسلمين هجموا على الإمام أحمد وأتباعه، وهم عسكرون في منطقة وادي بلاكوت بين جبلين عظيمين، وهي في باكستان حاليا قرب من بشاور، وذلك يوم 24 من ذي القعدة سنة 1246 للهجرة. واجتهد السيخ في الوصول للإمام لقتله، واستمات أتباعه في الدفاع عنه حتى خر شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى هو وأصحابه. انتهت بهذه المعركة حركة جهادية ناشئة لو قدر لها البقاء فلربما تغير وجه الهند إلى الآن. طبعا المراجع والمصادر سوف تجدها في الوصف، وانتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.